لذلك القويطير ما يبعد عنا الشمال كم 5 كيلو خط مستقيم 5 كيلو ممكن نفس الشيء صفرة الأسياح احنا القويطير حق بريده يخر من صف من على طبقة صفرة الأسياح على جال صفرة الأسياح يا اخي لا هذه عين القويطير سميت القويطير لأنها تقوطر تصغير قطارة يعني قويطير يسمونها هالبريدة هالقويطير تقع شمال بريدة في جبل اسمه جال الوطات جال ايش؟ الوطات انظروا هذه العين التي طبعا جيولوجية هذه أعمارها مئات الآلاف من السنين ما زالت تصب من الجبل ولا تتأثر لا بالسيل أو المطر جاء أو ما جاء هي مستمرة ويقع فوقها مصنع الاسمنت مصنع اسمنت القصيم وحمد الله رغم أن مصنع الاسمنت مقام فوقها ما زالت تجري السؤال هنا طبعا جيولوجية المنطقة هذه اللي هي صفراء الأسياح اللي قريبة من عندنا هي الحين هذا جيولوجين جال الوطات ثم صفراء الأسياح ثم صفراء المستوي صفراء الأسياح ما زالت فيها عيون لكنها عيون أنباج مع الأرض لكن عين تصب من الجبل ولذيذة وباردة ولا تتأثر ولا يعرف مصدرها ومع ذلك للأسف الشديد ما نشوف اهتمام فيها يعني ما أدري يعني ليش مصنع اسمنت ما سوى منتجع فيها يشغل أهل المنطقة يعني تصوروا منطقة القصيم كلها هل فيها عين تجري من جبل؟ يعني ما احنا بتركيا احنا عندنا 1000 مليون عين ما عندنا إلا هالعين هذه ومع ذلك غير مهتم فيها ولم تستثمر يعني لماذا لا مصنع الاسمنت ما يشارك بشيء بإعادة تأهيل المكان كتابة لوحة وشلون يطلع الماء هذا من الجبل في هذه الصحراء القاحلة البعيدة وماذا يدل؟ يدل أن المنطقة صفراء الأسياح وصفراء المستوي وجال الوطات كانت عيون جارية كانت عيون جارية لكن سبحان الله كلها توقفت وبقيت العين وبالمناسبة فإن الملك عبد العزيز رحمه الله أثناء توحيد المملكة كان إذا جاء البريدة يرسل من يجيبون له ماء بقرب لأنه ماء نقي هذا مو مثل ماء القلبان يجيه ما يجيه من 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 حشرات ومن أوساخ بشرية فهو كانوا يجيبون له رحمه الله ماء من ماء القويطير وماء عذب ويشرب لكن احنا نريد دراسة كيف يطلع هذا الماء في هذه العين في هذا المكان القاحل شوفوا طبعا عمل له عمل بسيط شوفوا طبعا هذا البلاستيك اللي انا مالي خلقه هذا شلون اعوذ بالله طبعا عشان وحده باخذه تعال شوفوا شلون الماء يجتمع في هذه البركه ها كله هذا من ماء القويطير وينزل الى الاسفل طبعا يقولون هالبريده قديما انه كان في ثعبان كبيره تحرس كوبرا عربيه كانت في هذا المكان بس ان شاء الله انها ماتت ما ابطت لكن لماذا لا يكون هنا دراسة جيولوجية كيف تأسست كيف العين ذي تكونت ومن أين تنبع وليش ما تتأثر بالمطر لا بقلته ولا بكثرته أيضا كانوا الطرق القوافل قديما الطرق اللي تخرج من 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 القصيم منطقة القصيم قبل ما تطلع القصيم باتجاه الشمال إلى قصيبة كانت تمر هذا المكان وتتزود بالماء وأيضا تجار العقلات كانوا يمرون بالقويطير هذه العين الرائعة التي للأسف لا نعرف عنها أي شيء.